ولكن زي ما كان أستاذ أحمد بيتكلم من شوية في ثقافة ما يعني ثقافة شعب في خصوصية تنقل ده إزاي للخارج. ممكن كمان تكون وحدك تقول لي برضو نوع من المكايدة السياسية، يعني الناس حتى النهاردة بعد إعلان النتيجة آدي يعني صور وفيديوهات ميدان عابدين وميدان التحرير، أخ شقيق من السودان. أيوة كنا بنتفرج على الفيديوهات دي من شوية. ده مهم جدا طبعا. يا ريت هيجي دلوقتي. يعني الإحساس جميل والفرحة حلوة والمصريين متفائلين ببكرة، حاسين إن هم عدوا مشوار طويل واستحملوا وعايزين اللي جاي يبقى أفضل وأفضل، عايزين استقرار، عايزين مستقبل أولادهم. فلو نتكلم في النقطة دي وابتدي معاك يا دكتورة رانيا، لأنه إحنا مش هنقفل صفحة وانتهى الموضوع، لكن لسه لسه الكتاب مفتوح. إحنا بنبدأ أو بنكمل، خلينا نقول بنكمل مش بنبدأ، بس يعني هي مرحلة جديدة بنبدأها مع إقرار هذه التعديلات. وطبعا المستقبل إن شاء الله بإذن الله يحمل الكثير بإذن الله لصالح الدولة المصرية، لأن يعني في بعض المواد اللي تم الإقرار عليها وفقا لهذا الاستفتاء يعني هتحمل تغيير إلى حد ما، يعني وجود نواب لسيادة الرئيس، الكوتة بتاعت المرأة، ومجلس الشيوخ، خبرة بقى.